كيف حالكم؟ أتمنى أن نكون بصحة جيدة إن شاء الله وفي أحسن حال. أطفال، اليوم هو يوم الخميس 28 ماي 2020. في هذا اليوم يا أطفال سوف نقوم بكتابة حرف الياء. كتابة حرف الياء، سوف نكتب يا أطفال حرف الياء في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، وكلمات تتضمن هذا الحرف أيضا. لنبدأ يا أطفال بكتابة حرف الياء في أول الكلمة. لاحظوا جيدا يا أطفال كيف يكتب. نقوم يا أطفال برسم نصف خط عمودي ثم خط أفقي، في الأخير نقطتين في الأسفل. أعيد يا أطفال، نصف خط عمودي خط أفقي نقطتين في الأسفل. أعيد آخر مرة، نصف خط عمودي خط أفقي نقطتين في الأسفل. لننتقل يا أطفال لكتابته في وسط الكلمة. لاحظوا جيدا، خط أفقي، نصف خط عمودي، خط أفقي نقطتين في الأسفل، خط أفقي، نصف خط عمودي، خط أفقي نقطتين في الأسفل. أعيد آخر مرة، خط أفقي، نصف خط عمودي، خط أفقي نقطتين في الأسفل. لننتقل يا أطفال لكتابته في آخر الكلمة. لاحظوا جيدا يا أطفال كيف يكتب. يكتب على هذا الشكل ونقطتين في الأسفل. أعيد يا أطفال، لاحظوا جيدا كيف يكتب على هذا الشكل، نقطتين في الأسفل. أعيد آخر مرة، هذا الشكل، نقطتين في الأسفل. لننتقل يا أطفال لكتابة الكلمة. لاحظوا جيدا، سوف نبدأ بكتابة حرف الياء كما قلت لكم. نصف خط عمودي خط أفقي نقطتين في الأسفل، ثم كتابة حرف الدال الذي درسناه، خط مائل خط أفقي. أعيد يا أطفال، نصف خط عمودي خط أفقي ونكتب نقطتين في الأسفل، ثم حرف الدال خط مائي خط أفقي. أعيد آخر مرة يا أطفال، حرف الياء، نصف خط عمودي خط أفقي نقطتين في الأسفل، ثم حرف الدال خط مائي